في هذه الساحة المباركة، ساحة المسجد الكبير بقرية كفر غنام مركز السنبلاوي بمحافظة دقهلية، حيث نواصل مع حضراتكم تقديم فقرات هذه الأمسية الدينية، ونتوجه إلى الله تعالى بالدعاء والابتهال، مستشفعين بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. هيا بنا نرفع أكف الضراعة إلى الحق تبارك وتعالى، ونبقى مع هذه الابتهالات والمدائح النبوية والأدعية مع فضيلة المبتهل الشيخ محمد المهدي شرف الدين. إن شاء الله أنا حسيت إن أنتم تسمعوا يعني بسم الله ما شاء الله، فإحنا بقى نشوف بقى إيه اللي بيحبوا سيدنا النبي لما يذكر اسم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله. والله حسب أنتوا بقى اسكتوا، أنتوا ناس بتحبوا سيدنا النبي هنطول معاهم. هتأثروا هنأثر بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا الجنة ونعيما. صلوا فاح العبير
والنور أشرق والظلام تبدد. صلى عليك الله يا رسول الله، صلى عليك الله يا نبع الهدى. مطار طير في السماء وغرد. وأكرم من يصلى على سيدنا محمد. صلى عليك الله، صلى عليك الله، صلى عليك الله يا نبع الهدى. صلى صلاة الله، صلاة الله، فوق صلاة الله مني سرمدا. ثم السلام عليك يا شمس الهدى. صلاة الله مني سرمدا. ثم السلام عليك، ثم السلام عليك يا نجم الهدى. يا واجعل كتابك حجة لي شاهدا. هنقول مع بعض حاجة حلوة أوي سيدنا النبي، وأنتوا هتقولوا معايا. الله ذو الجلال أعطاك الجمال يا شمس الكمال يا نور عيني. صلوا عليه. الله ذو الجلال أعطاك الجمال يا محمد. الله ذو الجلال أعطاك الجمال يا محمد. الله ذو الله أعطاك الجمال يا شمس الكمال. Yeah.
شمس الكمال، يا شمس الكمال، يا شمس الكمال، يا شمس الكمال، يا محمد، يا نور عيني، الله ذو الجلال أعطى جمال يا محمد، الله ذو أعطاك يا شمس الكمال، يا سيدنا النبي صل عليه، يا شمس الكمال، يا شمس الكمال، يا شمس الكمال، يا محمد، يا نور عيني، نورك الوضاح، مليك الأرواح يا محمد، نورك الوضاح، مليك الأرواح يا محمد، محبا قد محبا قد ساح يا محمد، محبا قد ساح نحو الحرمين، الله ذو الله أعطاك يا محمد، الله ذو يا شمس الكمال، يا شمس الكمال، يا محمد، يا شمس الكمال، يا نور عيني، الله ذو الجلال، الله ذو الجلال، الله يا شمس الكمال، يا شمس الكمال، يا شمس الكمال، يا محمد، يا نور عيني، حيرت الأفكار في مجلى الأنوار، يا محمد، حيرت الأفكار مطلع الأقمار، مطلع الأقمار يا حبيبي، مطلع الأقمار يا نبينا، مطلع الأقمار يا محمد، على الوجنتين، الله ذو الجلال، الله ذو الجلال، أعطاك يا شمس الكمال، 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 يا محمد، يا نور عيني، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. انتوا لسه ما تعشتوش ولا ايه؟ لسه ما تعشتوش؟ امال صوتكم وطني بقى؟ لا انا عاوزكم تقولوا صلاة، يعني الصلاة على النبي، تطربق السقف بتاع المسجد. ده انت بتصلي على سيدنا النبي يا اخي، اللي ربنا صلى عليه والملائكه و... صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى صلى الله على المحمد،
صلى الله عليه وسلم صلى أن رب العالمين فرض الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم صلى طولت ولا لسه كده كويس؟ ها؟ لحد الفجر يعني؟ سيدنا النبي خير البشر صلوا عليه يا من حضر. سيدنا النبي خير البشر صلوا عليه يا من حضر، لأن رب القدر فرض الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم صلى موصيني عليكم مع توصية خاصة.
يا من قصر حكمتي فيك الرضا
اللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك سيدي يا رسول الله بهذه الابتهالات والمذاهب النبوية والأربعين التي قدمها لنا المنتهي الشيخ محمد المهدي شرف الدين. نصل معكم إلى ختام هذه الأمسية والتي قدمناها لحضراتكم رحاب المسجد الكبير لقرية كفر غنام مركز السبلاوي بمحافظة الدقهلية. أسأل الله دينكم وأمانتكم وخاتم أعمالكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الآن يقام لصلاة العشاء. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا